الكسارة ولها من اسمها نصيب، فهي أحد الأماكن المخصصة باستخراج الأحجار من الجبال المحيطة بها وتكسيرها وإعادة تصنيعها إلى العديد من الأشكال. محمد الشيباني القائم بالأعمال هنا، التقينا به ووضعنا في تفاصيل وآليات العمل. كما هو معروف يعني بالأول يعني الطريقة القديمة كان يعني يعملوا مناقب حجر يستخرجوا مادة حدة من الحجر التي تقوم بايش؟ بحجر كتال كبيرة للبناء بس. أما الآن مع تطور الوقت والعصر يعني وأن المنطقة والمحافظة تحتاج إلى عدة أنواع من الكري هذا، نقوم كما تشوف تلاحظون يعني أن البكرين يقوم بقص الحجر من رأس الجبل على شكل قطعات صغيرة يعني أو متوسطة الحجم على حسب طلب الخطة الذي نطلبه منه. يقوموا بتقطيعه بأشكال يعني متوسطة 25 40 18، تقوم بإنزاله إلى منطقة المحور الذي هو مثلا أمامكم، فيتحمل بعبر البوابير والشيوال إلى منطقة تسمى منطقة التحضير ترفع من الكسارة. الكسارة تقوم باستخراج يعني عدة أشياء، الكري هنشيلها ربع يستعمل للبنية الأساسية للمباني الحكومية الجامعات أي بناء بشكل عام يعني المحافظة. ثمن ثاني يعني الكري يسمونه النص هنش، يقوم إلى عما اسمه إلى تعميد السقوف المباني العمدة تمام للشق الطرق الزلفتة، يأخذوا منه يعني يخلطونه بالدامة لكي يصلحوا الطرق للجسور. باقي خال مخلفات الأحجار اللي مثل يعني تكون مثل قاسية مش صالحة يعني مثل هذا، لأنه الجودة عندنا حسب المختبرات تميز الجبل حقنا هذا المثل مثل أمامي ما بوش مادة من التراب. عملية تكسير الأحجار من الجبال المحيطة تتم بشكل مخطط عبر خطوات مرتبة. عملية تكسير الحجار في الجبل، حجر كبير وسط البناء ويتم تكسير إلى حجر وسط يتم نقله إلى الكسارة، ويتم التكسير حسب خطة من الإدارة الكسارة بحيث لا تكون هناك انهيارات صخرية تكون ضرر في المواطنين والعمال الكسارة. وهناك مراحل للتكسير بواسطة البكولين ثم تحميل بواسطة الشيوال إلى البابور، ثم البابور يتم نقلها إلى الكسارة والكسارة تنتهي إلى كري. بعد أن تنقل الأحجار إلى آلة التكسير تقوم الآلة بإخراجها عبر أربعة خطوط إنتاج بأربعة أحجام مختلفة. استخراج الأحجار وإعادة تحضيرها بجودة عالية تتناسب مع حاجة الناس في مختلف أعمال البناء، تعتبر من المهن والحرف الإبداعية، وتساهم هذه المعدات الحديثة بتسهيل العمل بشكل أفضل. لبرنامج صباحكم أجمل، سالي المخلافي.